اهلا وسهلا. كاين لاش سيناريو لان غادي نبيبلي هذا، غادي نبيبلي لان داير دابا وليت داير احتياط كنسجل و اون بليس كنزيد نسجل هنا وهنا وهنا ها فيديو كاميرا لايف هنا ولايف هنا، واحد لايف واحد البلاصه ها سكرت لي لايف، وهذه معروفه انا جاي عندكم غريب. نجيبو water. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هنا نرجعوا القضيه ديال التعقيبات ديال صحاب قال لك حقا داكشي كتقول فيها راه الخرطي الموسيقى الخرطي. غادي نقول لك واحد القضيه، لي زاميريكان كيعترفوا ان البلوز افريكان دوريجين افريكان و لي زاميريكان اللي كيلعبوا البلوز وكيلعبوا لو ساول ميوزيك دا ساول سور الغوسبل ذا فويسز ذا غوسبل، واللي كيلعبوا الجاز روك والمودي بلوز والجيبسي جاز هادو كيامنوا بلا ميوزيك افريكان وكيامنوا بلي ريتم وكيجيو ياخذوا الموسيقى من افريقيا. ولكن فين كيسافروا بزاف افريقيا؟ فين كيمشيو؟ عندنا دي بروف ماتيريال دي فيديو انريجستري فين كيجيو. لو بلو فامو غروب دي موند لي باقي حي الى دابا وكيسميوه لو غروب سنتونير لي غادي 100 عام الى بقاو حيين، لان مات فيهم لو باتور هو لي رولينغ ستون مشاو جوجوكا مشاو لطنجة كيبغيو يديرو ان كرون البوم، راه فيه بزاف ديال الاغاني ان كرون البوم قبل ما يديرو لا تورني ديالهم، وجابو معاهم ان ستوديو كومبلي لي تكنيسيان لي زارونجور كاع جابوهم معاهم جو المغرب ومشاو الجبل فاكون جوردي ما كانش خدمة عندي هنايا. سي نورمال جي سوي اون فاكونس جوردي سي ديموش كورا كاينه عند لي كوتش، انا جو سوي با ان كوتش دونك جاو ورا دوزت لكم لي فيديو ديالهم ديال جوجوكا في الجبل ودوزو كاين دو بارتي دير رولينغ ستون موروكو ودخل وشوفهم شادين تاهما الطبل ديال الموسيقى الجبليه سمعتي، وشوف شنو كيقول ميك جاكر كيفاش كيبريزونتيه الرئيس ديال المجموعه، كيفاش كيقول شنو كيقول ميك جاكر وكيت ريتشار وروني وين وود شنو كيقول على الموسيقى في المغرب انسبيريشن لانسبيراسيون. من بعديها داروا تورني فرقعوا الدنيا خداو ديك لا تورني داروا فيها تشهروا بالاغنيه ديال بنتيت بلاك وسيمباتي اوف ذا دافل اي كان جيت نو ساتيسفاكشن. هذه لو رينوكسون كنقول لكم هذا لو رينوكسون سي لو غروب لو بلي ريش دو توت لا ميوزيك دي موند اللي كلهم دي ملياردير ديال حنا المغاربه ما كنبخوش ما كنهضروش بالخرطي وما كنقولوش شي حاجه ما كايناش، كنهضروا بالدليل المادي بلي فيديو كاينين دي فيديو. نديك الكريس ريا صوت كريس ريا جي جي كيل بوب سيجر هادو تصنف ليهم جاكسون براون واحد جي جي كيل مراكش اكسبريس تصنف جاكسون براون واحد الاغنيه سميتها سامثينغ فاين جاكسون براون يغني على موروكو
I haven't been in Morocco for such a long time. Something fine. Okay, هذا المغرب. فهمتي؟ نديك لو بلو سيلابر لو كلوب دي 27 ولا اللي كانوا كلهم ماتوا تقريبا فيهم جيمي هاندريكس لو ميور غيتاريست دو تو لي طون. جيمي هاندريكس جا مراكش وجا صويرة ودار الباند وغنى تماك ودار ان البوم سميتو قصر من الرمال ساند كاستل اوف ساند كاستل اوف ساند ان شاتو او صعب ولا شاتو دو صعب. جيمي هاندريكس ولعب مع المعلمية والعمالي وتلاقى مع مولاي عبد الرحمن باكو الله يرحمه عبد الرحمن الصويري اللي ولدو يونس اللي كان حييه صديق ديالي يونس باكو عبد الرحمن ودار معاه وهضر على عبد الرحمن ساكو باكو هضر على القناوي ديال صاويرة. انا كنقول لك المغرب ما عنده ما يخون الجزائر غير باش نتفاهموا ب... ها وحده وحده نعطيك بلي ديتاي لعب ماك ماتش بغيتي يفوت 5 بغيتي يفوت 7 بغيتي يفوت 9 بغيتي يفوت 11 ها سنينا من الالبوم ساند اوف كاستل كاستل اوف ساند اللي دار بوم ودار حاله نمشيو لجيمي بيج. جيمي بيج فو لو كونوسي روبرت بلان جيمي بيج راه هما لو ديو ديال من ديال ليد زابلين سيتي لو جروب لو بلي فامو ديال روك كلاسيك واغنيه ديالهم دايره حاله ها Stairway to heaven Stairway to heaven Stairway to heaven ها زوينه اغنيه خطيره جدا ولكن في المغرب داروا واحد البوم سميتو كاشمير. كاشمير كي كتسمع لي تحسب راسك راه كيقولوا كاشمير ستادير الهند ولا شي حاجه بلاد الكاشمير لا هذاك اغنيه كلها تانسبيرات من المغرب والمعلميه ديال 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 وراه كاين داير واحد الفيديو ديالو كيدور بزاف لي ريزو سوسيو ديال جيمي بيج وروبرت بلانت مع المعلميه ديال صويره ديال الجروب وغنى اون لايف غناو اون لايف لا تزابلين وما ادراك ما لا تزابلين اللي كيريزيرفيو لهم البلاص 20 ميل ديغام 22 مليون 3 مليون 4 مليون بغيتي تفرج فيهم في اي بي وبغيتي تبقى اللور ما كان غير 15000 درهم جاو غناو جامع الفلا فنا فري بلا فلوس بلا والو روبرت بلانت وجيمي بيج داروا الحلقه جامع الفنا وغناو اللي داروا الالبوم ديال بغيتي نجبد لك لا بغيت نحسب لك راه بلا عدد الفنانين اللي جاو هنايا تانسبيراو من المغرب علاش كنقول لك دابا ملي كتكعاو نتوما كنقول لكم الاندلس مثلا او الملحون انه اصله مغربي ما كيدخلش فرا خليني من الراي انا كي كتقول لي الراي انا عارف لي كومونتير ديالكم كتقول لي الراي جزائري اسيدي مين الراي الجزائري حنا نمشيو هاد الاطروحه ديالك الراي الجزائري حنا راه هبطنا دابا المستوى كنا نهضروا على العمالقه ديال الموسيقى العمالقه ها ديال الشوبيز صحاب لي ديسك دور وتو ها هبطنا لاسفل سافلين لان بالنسبه لي انا الراي بمعنى الكلمه بمعنى التفسير الجزائري ماشي موسيقى ها لوجيسيال تصدق لا هو ولا الواي واي الراي اللي كان الجيريان في الاول راكم كنعرفوه كاملين صحاب وجده وصحاب تازا وصحاب قرسيم كيعرفوه انه كان فيه ريتم واحد والقلاط والقصبه زدك 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 دبعوا معايا النطور انا تقلها البوط زدك 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 ودانا دانا دانا ودانا داين يا قلع قلع يا المطور راه مشى راه انت في الدور زدك هذا هو الراي اللي كان هذا الشيء وفيه الكلام ها ها اللي ما يدخلش للديور جاو الناس اللي سكنتهم الموسيقى المغربيه والثقافة المغربية والدم المغربي ومنهم الشاب خالد اللي قال لك أنا مسكون بالموسيقى المغربية ملهوم بالموسيقى المغربية كان كيغني عطى ليدي كيفاش يشانجي ولو راي كان كيغني هذا شحال هذا شحال ما سولتيش فيا ولا محلى إفران ومحلى جمال ديال إبراهيم العالمي الله يرحمه كيغنيها بلاكورديون فهمتي كتعطي واحد الايقاع اخر وسولو سولو مع درابكي ومع كذا كيغني وباقي صغير وغنى الغيوان حتى هو دار الفرقه ديال الغيوان باقيين صغار دار الغيوان بدا بالفرقه ديال الغيوان علاش الثقافه ديالو والنبوغ ديالو من الموسيقى المغربيه اندرج في الموسيقى المغربيه وروا من الموسيقى المغربيه غنى شهر بالمرسم ديال بلاوي الهواري مي خصو يكون ريبرتوار كبير من بعد
طريق اللي سي وياد اللالي وعكبه كيعيطني خاصو يبقى في السوق. اشنو دار؟ بدا كياخذ الاغاني المغربيه. تبعو كانت واحد لا كونكورونس واحد ديو ديال المطايفه في وهران شي كانوا ثلاثه تقريبا، كان اللي كيمشي مع لو كورون ديال الحسني كيقول لك هذاك هو الفري وهراني وكذا، وخالد كانوا يعيطوا ليه الحمار، كان اللي كيهرنط ما كانش عجبهم الصوت ديالو، والهواري بن شناف اللي كان كيعطيه الكلمات الخضر الناعم. من بعد بان الهندي، ومن بعد بان جلطي، ومن بعد بانوا زهواني، الشاب حميد، نصرو، هادو كلهم الوقت اللي بانوا ما لقاوش ان ريبرتوار ديال الراي، كان غير الغناء ديال بوطيبه. بوطيبه والريميتي والعباسيه والتمشنتيه والوهراني كلهم صحاب القلال، صحاب القلال والقصبه، وهادشي القصبه والقلال راه كاين في قرسيف. لا تصنتي الفن ديال قرسيف دوريجين قرسيف قبل ما تسمع بالجزائر، وكاين في وجده جيلالي راه معروف، وعبد الله المكانه راه معروف، كتعدو شي مكانه واعره. دونك اشنو غيديرو لي فرا بابا احمد الله يرحم رشيد، ما نعرفش واش فتحي باقي حي ولا ما يطول عمره ولا كان حي. راهم العائله ديال الوالده ديالي لا فامي بابا احمد، حتى هما مسكونين بالموسيقى المغربيه، وكانوا دايرين واحد الصداقه كبيره مع لي فرار ميغري، كان عندهم واحد الصداقه كبيره، وكان تبادل الزيارات ما بين لي فرار ميغري ولاد بابا احمد. ولاد بابا احمد كانوا معطين عندهم الباكيه، كانوا دي بيجوتي كيبيعوا الذهب وعندهم، وكانوا دايرين جروب، كان عندهم واحد الجروب سميتو لي فيس دي سولي، وعاود لي دو فرار بابا احمد، من بعد داروا بابا احمد، من بعد داروا رشيد وفتحي، ولاو كيغني وغناو بالتركيه وغناو لو ستيل. قالت لي اجي تشوفني غاليه عاليه، قالت لي اجي تشوفني بحال داك الشكل ديال لي فرار ميغري، وهي بعيونها تبكي غاليه عاليه ويا بنيه وثقي بيا. بزاف ديال الاغاني غناوها صافا كومبير، كان يديرهم لنا في لونتراكت في السينما، في السينما ليكس، في السينما كوليزي، كانوا ثلاثه ديال السينمات اللي كاينين، ونفس الافلام كيتعاود ليكس كوليزي والريكس. المهم